هلا يلا 3 2 1 0. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا. ضيف حلقتنا لليوم هو فنان انعرف بشخصيته المهضومه واسمه عدنان. اهلا وسهلا فيك سعد حمدان كضيف بحلقتنا لليوم. اهلا وسهلا فيك عدنان. يعني أنا قلدتك بالبداية، فخبرني عن هالشخصية. مرسي لتقليدك بهالشخصية. ما بعرف إذا نجحت فيها. لا منيحة منيحة. بعدها شوي حسيت على حالي إنه راح فوت معك بالجو وأنا برجع أحكي مثلك. عدنان علق بعقول الكبار والصغار، يعني مش معقول هالشخصية كيف قدرت تعلق. نعم. بس حسيت الكبار إنه بضيق خلقهم منك، يعني الصغار بحبوك أكثر. الكبار هي إنه زهقنا منه، إنه بتحكي ببطء، أما الأولاد فعم تنزعلن نطقن. لا هو الولد لما كان عم يحضر هذا المسلسل يمكن لأنه عم بحكي أنا بطريقة. هل عدنان متأثر بشخصية سعد؟ يما سعد متأثر بشخصية عدنان. بس ما خليني كفي فكرة شو كنت بدي أقول، لأنه عم بتفوتي بالسؤال عم بتقطشيني، يعني ما عم بقدر أرجع كفي فكرتي. لأنه آخذ عدنان من سعد ولا سعد آخذ من عدنان؟ لا أكيد عدنان آخذ من سعد، لأنه أساسه هو سعد وسعد عطى عدنان. إنه يعني سعد أهم من عدنان، مع إنه لو ما عدنان ما نعرف سعد. يعني والناس عرفت مين خلقوا لعدنان؟ أنا بعرف الكاتبة منى طايا. الكاتبة منى طايا هي اللي كتبت الشخصية. أنا اللي أديتها. كتبت صح؟ أديتها صح. أي أهم؟ بشو؟ شو ما كتبت؟ يعني هلا أنت كمان صرت أهم من الكاتبة. لا أنا ما قلت هيك. ما أنت عم تقولها بطريقة غير مباشرة، ما قلتها يعني مباشرة. ما أنا عفواً، أنا قلت الكاتبة هي اللي بتكتب الشخصية. طيب خليني أرجع على المسرح، وين بتلاقي حالك أكثر؟ بالتلفزيون ولا بالمسرح؟ معلي ما إنه ممل يعني. خليني إنه خلص استوعبت الفكرة. طب ما وين بتلاقي حالك أكثر؟ بالمسرح يما على التلفزيون؟ خلص شو؟ معلي لا أنا شخصياً بحب المسرح أكثر. التلفزيون بشوفك ملايين المشاهدين، اما المسرح بيستوعب يعني ماكسيموم كم شخص. هي اذا انطلت الصاله، مع انه انا بعرف انه بس تكون عندك مسرحيه يعني ما بينتلى 20 معك، ما بعرف ليه. وهيدا الشيء يعني مؤسف. يعني شو عندك جواب على هالموضوع؟ 20 مقعد؟ منين جايبي هالمعلومة؟ أنا كنت بمسرحية، لو ما أنا جيت أنا وعائلتي ما كنا أنقذنا لك الموقف. أي مسرحية؟ وبحس إنه ما لازم أنت تنكر هالموضوع، لأنه بوقتها تشكرتني. يعني قبل شوي ما خليتيني كفي فكرتي، إنه ساعة بتعملي لي إنه الكاتبة أهم. أنا قلت طيب مسرحية عرس السما. إي استبدلوك بريمون صليبة. ليه؟ جاوبني. أنا استبدلوني بريمون صليبة؟ لأنك عليت لهم قلبهم فوق الألف مرة تعيد دورك وما يزبط. آخر شيء يعني صار وجه الضو يعني جابوا ريمون صليبة. مين اللي قال لك؟ ريمون صليبة. أوكي أنا رح بحكي معه لريمون صليبة هلا. لا هلا ما فيك تقطع لي بعدين. لا هلا بحكي معه، إذا هو قال لك مزبوط أنا بركي بدي أتصرف معه. إيه لريمون صليبة. إنه شو عم بتهدد يعني؟ فيني صار ودن. لا ما فيك، لأنه بتنزع لي كل الصوت وبتشوش على مهندس الصوت. بس أنت عم تقولي قدام العالم إنه طب فينا نشيلها هيدي، ما مش شغلك. مش شغلك. شو بتشيليها لهيك؟ إيه بعمل لك كات خلص. أوكي بس مش مزبوط اللي عم تحكيه. يا عمي انت بتجيب لي كل ضيف هلا هيك انتو هيك استاذ حسن يا استاذ مع سعد مع الفنانين. سعد ما خصه، انا احكي معي انا المخرج. ايه بس هو ما بيقدر يتصرف شيء بلا ما انا اعطيه اوامر، فاحكي معي وبيمشي الحال. شو بدك؟ شو بدك؟ بدك شيلة؟ بتشيليها من شالت خلص. ما تعلق على نفس الموضوع. اوكي بس مش هو اللي ما له ولا بالموضوع الزلمه كليا. طيب وهذا الخبر مش مزبوط. خلص لك من اول ما جيت غيران مني، يمكن ما بعرف غيران مني، عنده شيء ضدي. ليه بدي غار مني؟ انت قل لي ليه بدك تغار مني؟ ليش بدي غار مني؟ ما عم مني يعني؟ طب انا مع النقد بس بده يقعد يعمل مقابله مع فنان. نعم يا بيجيب عنه معلومات انت صحيحه. انت قلت اللي بده يقعد مع فنان. ايه
شو قصدك يعني؟ لا عفوا شو قصدك بس؟ ما بعرف، ما قصدي شيء، ما عندي نوايا سيئة، أنا معروف عني بحكي دغري. هلا برأيك، هلا برأيك إنه أنت يعني هلا سوري اللي أخذ يعني ما بدي زعله، بس أنا أول مرة بشوفك. هلا سوري، هيدي هي مقابلة؟ عم بحكي معك أنا. اوكي بس ما انا كمان انا بترك الميكروب فل يعني، ليش بدك تفل؟ ما هلا كنت متسامح وكنت اوكي بالمجال، بس ما انه عم بحكي معك كل ما بدي احكي مع المخرج بتقولي لي ما خصه، لانه اذا بيحكي كلمه بيطلع لبرا بكل بساطه. انا ما عندي شغلي هيك الا اذا بدك تخرب له بيته. ليه؟ اول شيء انا جاي اتعامل مقابله. ايه؟ مش بتجيبوا الفنان لهون لحتى لي تجوا تسمعوه كلام؟ لا انا لو ما بحترمك ما كنت معي بالمقابله. طب هول الاسئله اللي حضرتينها اسئله فنيه، ها مع بينا منك عصبي. اشرب شويه مي. تفضلي كفي. لا تفضل لا تشرب مي. لا والله انا هلا عندت لا تشرب مي بكفي. ما طب فينا نوقف ال... لا ما فيك توقف معي. معلش لا ما فيك توقف. ليه ما فيك توقف؟ ليه ما فيك؟ لانه مش على ذوقك. اصلا انا عم بعمل مقابله، انا صاحب المقابله. ايه بس انت وافقت على المقابله ومضيت انك تعمل مقابله. انا مضيت تعمل مقابله. ايه مش بهدله، هيدي بهدله. لا مش بهدله. هول الاسئله بالعكس، انت بس يشوفوك الناس معي ضيف. يعني شو صدقني، وانا اكيد من حكي انه رح يحبوك كثير. ليه؟ يعني لو انت غيران مني انا. ايه. بس الناس حتحبك اكثر مني. بدي غار منك عشو؟ ما انت قلت احلى منك واعظم منك. واحد كلمه بقولها مثلا. عم بتسجل الخبز؟ لا اذا بتريدي معلش. لا 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 سوري سوري معلش. لا لا ما في شيء بليز. لا لما بدنا نحكي خلص اوكي نحكي على وقت. خليني اشرب مي، انا موتره الي من الصبح. تفضلي معلش، هذا منه حكي هذا. رح تنزعوا. استاذ حسن معلش، هلا هاي شو بسموها؟ بتعرف اذا سمعت نفس؟ قوم اطلع لبرا، قوم. لا لحظة مفروض عليك؟ طب مفروض عليك شو ذنبنا نحن؟ اوكي اوكي مفروض عليك اصطفل تصرف من عندك. لا بليز بليز، انا عم بقول لك عم بحكي معك. خلص هلا سوري. لا 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 ليك انا ما بحكي كلمة ابدا، أنا ما بحكي كلمة أبداً. سمعني عم بحكي معك. إيه شو؟ أنا ما بحكي كلمة أبداً ما بكون صادقة فيها، قلت لك إنه من أول الحلقة الناس رح تحبك أنت أكثر مني. لك عشو؟ ما عم تستوعب عشو بدها تحبني أكثر منك؟ لأنك تحملتني ولأنك كنت ضيف بكذبة بيضة. زقفوا له الأستاذ سعد. هلا شو بتحب تقول؟ هلا شو بتحب تقول؟ بس قلي شو بتحب تقول للمشاهدين هلا عن جد؟ سوري في هي هيدي ذكرى حلوة بس في اضربوا فيها؟ نمشي الصبح لبن.